لقاء جديد من برنامج عالم الصحافة. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة من برنامج عالم الصحافة، وهذا اللقاء المتجدد والذي نستعرض من خلاله أهم وأبرز ما حفلت به الصحافة الرياضية المحلية من عناوين وأخبار وأحداث. ويمكنكم التواصل معنا مشاهدينا الكرام من خلال حساب البرنامج عالم أندرسكور الصحافة، وأيضا لا ننسى أن نرحب بضيوفنا الكرام في هذه الحلقة، والذي يتواجد معي في الاستوديو الآن الأستاذ عايد الرشيدي الإعلامي الرياضي. مساك الله بخير أبو سلطان. مساك الله بالنور وحياك الله، وأنا سعيد أكون موجود معكم وموجود مع أستاذي عثمان أبو بكر. أيضا سوف ينضم معنا بعد قليل إن شاء الله تعالى زميل عثمان أبو بكر مالي، وهو إعلامي رياضي من استديوهاتنا في مكة. البداية دائما مشاهدينا الكرام مع العناوين. في صحيفة الرياض، الرئيس العام: دعم القيادة جعل الشباب والرياضة يعيشان مرحلة الازدهار والنمو. الأمير مقرن يرعى نهائي كأس ولي العهد بين الهلال والأهلي غدا. وفي صحيفة اليوم، يلتقيان غدا في نهائي كأس ولي العهد الأهلي والهلال كلاكيت رابع مرة. الزعيم يبحث عن اللقب 13 والراقي عينه على اللقب 6. في صحيفة الشرق الأوسط، رغم الضغوطات الرسمية التي مارسها مسؤولو الهلال والأهلي الخميس للشرق الأوسط، لا حكام أجانب في النهائي. وفي صحيفة الشرق، المدرجات تقسم والتذاكر تباع اليوم، والمجانين يحطون الرحال في الرياض، الهلاليون يتنفسون ويحتجون قبل النهائي، والأهلاويون يستعرضون بالطائرات الخاصة، رعاية الشباب تنسق الجهود لنهائي كأس ولي العهد. وفي صحيفة الحياة، انقسامات حول المدرب المؤقت وغربلة صفوف الأخضر قبل أيام فيفا. وأخيرا في صحيفة الوطن، الليث يواجه خطر النموذج والعنابي يتحدى العميد، التعاون يستضيف هجر في الجولة 15 لدوري جميل. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد. استعرضنا العناوين قبل قليل، نرحب بكل من انضم إلينا الآن، والبداية مع العنوان الذي جاء في صحيفة الرياض: الرئيس العام: دعم القيادة جعل الشباب والرياضة يعيشان مرحلة الازدهار والنمو. والأمير مقرن يرعى نهائي كأس ولي العهد بين الهلال والأهلي غدا. طبعا هذا الخبر الذي جاء في صحيفة الرياض للزميل حمد الصويلحي من وكالة واس: يرعى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز غدا الجمعة المباراة الختامية على كأس سموه لكرة القدم للموسم الرياضي الحالي بين الهلال والأهلي على ملعب الملك فهد بالرياض. وبهذه المناسبة أعرب الرئيس العام لرعاية الشباب الأمير عبد الله بن مساعد باسمه واسم الرياضيين في السعودية عن بالغ الاعتزاز والتقدير بهذه الرعاية الكريمة التي تأتي تواصلا لما يليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين وولي العهد وولي ولي العهد حفظهم الله لشباب ورياضي هذا الوطن الغالي الذي ولله الحمد يعيش مرحلة من الازدهار والنمو في شتى المجالات وبصفة خاصة في المناشط والفعاليات الشبابية والرياضية. أبو سلطان، كيف تقيم وتثمن هذه الرعاية الكريمة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز ولي العهد لهذا النهائي وهذا التجمع الشباب الرياضي؟ الله، أولا اللهم أدم هذا الأمن والأمان على هذا البلد، وإن شاء الله يكون عهد سعيد وعهد رخاء في
وحضرة مولاي خادم الحرمين الشريفين. وحقيقة نحن كرياضيين أول مناسبة يحضرها ولي العهد هي المناسبة الرياضية كأس ولي العهد. يعني هذه تعتبر المناسبة الأولى منذ توليه ولاية العهد هو الأمير مقرن الله يطول بعمره. المناسبة الأولى هي المناسبة الرياضية، فدائما قيادة الرياضية حريصة على الشباب، لأن الشباب يكون إلى 75% من 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 عدد السكان. فأعتقد أنها عرس رياضي كبير ومناسبة كبيرة، ولا أعتقد فيها فائز أو خاسر في هذه المباراة. يكفي وجود ولي العهد والقيادة والدعم الكبير الذي يقولونه في المجال الرياضي. طيب إذا كنا نتكلم عن هذه المباراة وعن فريقي الهلال والأهلي وهذا التأهل، خاصة أن هذا كما تفضلت هي الرعاية الأولى لصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز. طبعا التاريخ يحكي ويقول أن في كل تولي ولي عهد جديد للمملكة دائما الهلال هو صاحب هذه البطولة. لا هو صحيح. كيف ترى حظوظ الفريق الهلالي؟ يعني هذه المقولة ممكن، يعني النصر أخذ البطولة من يد الملك سلمان أيام ما كان ولي عهد، فهذه مقولة مجرد أنه تحفيز، يعني مقولة تحفيز للهلاليين. فالهلال طبعا أكيد أنه يعني دائما يصعد المنصات البطولات، ولكن التاريخ لا يشفع، دائما التاريخ لا يشفع. يعني التاريخ يحسب لك ولكن لا يعطيك الأمجاد القادمة. فأعتقد أنه مقولة أنه أي ولي عهد جديد، هذه مقولة أظن آخر شيء حصل فيها نادي النصر من يد مولاي ولي العهد الأمير سلمان اللي هو خادم الحرمين الشريفين حاليا، فما أظنها مقولة صحيحة. بالنسبة لحضور الهلال للمرة 13 هذا يجير له كتاريخ أوكي، ولكن المهم من يحصل على هذه البطولة. ونتمنى نشوف يعني مباراة يعني تليق بسمعة الفريقين، تليق براعي المباراة. المباراة أكيد أنه في قنوات خليجية وعربية سوف تنقل هذا الحدث، ونتمنى أنهم يكونون عند حسن الظن وأن يقدموا مستوى رياضي يعني يعكس التقدم الرياضي والمجال الرياضي ونجومية اللاعب السعودي. طيب خلينا نتكلم عن الفريق الأهلي. الفريق الأهلي يعني نادي عريق وفريق يعني له حضور جماهيري في شتى مناطق المملكة. المباراة في الرياض، جمهور الأهلي يعني كيف سيكون في هذه المباراة؟ هل سيحضر بكثافة لهذا النهائي؟ خاصة اعتدنا من الجمهور الهلاوي دائما دعم الفريق في كل المناسبات، لكن لو تلاحظ يعني اليوم دوام رسمي، يعني إذا كان بالإمكان لا هم مجانين يحضرون، يعني الكل يشوف جمهور الأهلي جمهور عاشق. يعني أنا أذكر واحد من الزملاء يعني كان في نهائي فترك العمل يعني وعوقب وخصم عليه كل أساس يحضر المباراة، لا هي في النهائي ولا شيء، لكن جمهور الأهلي جمهور عاشق لهذا الكيان. فأعتقد أنه سيملأ المدرجات. لأن أنا كنت بسألك سؤال بناء على الكلام اللي أنت راح تقول، يعني الآن تقسيم الملعب بالتساوي، يعني ألا تعتقد أن هذا الشيء ممكن يحرم جماهير الهلال أيضا من يعني فرصة. أنت بتحرم جماهير الهلال ولا تحرم جماهير الأهلي؟ يعني التقسيم حلو نص بنص، يعني ما فيها أي شيء. أنا لا أقلل من جماهيرية الأهلي، ولكن أنا أتكلم عن ظروف معطيات. الآن المباراة تقام يوم الخميس، يوم دوام رسمي. لا يوم جمعة المباراة. عفوا يوم الجمعة، غدا الجمعة، لكن الدوام الرسمي يعني نهاية الدوام الرسمي اليوم. نهاية الدوام فيما يتعلق بالجمهور، يعني هل بالإمكان يعني ينطلق من جمهور الأهلي؟ ترى كثير في الرياض. يعني عندهم مسؤولين عن الجماهير في المنطقة الجنوبية، في المنطقة الوسطى، جمهور الأهلي يعني أعتقد أنه يوازي جمهور جدة، يعني جماهير النادي. طيب وإذا كان هناك حضور جماهيري هلالي زاد عن النصف؟ والله شوف، هو التقسيم بيني وبينك، أولا احنا التنظيم الرياضي عندنا تنظيم مع احترامي سيء جدا سيء جدا، والدليل على ذلك لاحظنا دائما في مباريات نحصل جماهير تصعد من فوق الأسوار،
فهذه مشكلة. أول شيء قلة الأمن الموجود في الملعب خارج الملعب، الأمن الأمن الصناعي اللي هو الأمن الملعب مش الأمن ثانيا حضور جمهور الهلال أكيد أنه بيكون له بوابات يدخل معها، وجمهور الهلال نفس الشيء، فما أظن يعني بيكون إشكالية، لكن نتمنى أنه يكون في تنظيم. ما نبغى يتكرر نفس نفس اللي حدث في نهائي النصر والهلال، وأيضا نهائي سيدني الهلال وسيدني، وكانت الكثافة الجماهيرية كانت طاغية، وشاهدنا عدد جمهور كبير خارج الاستاد ولم يتمكن من دخول الاستاد، ولم يتمكن ايضا من العوده لمشاهده المباراه في منازلهم. والله شوف دائما حتى في الدول الاخرى يعني اذا انت عارف انه في استيعاب كبير يا اخي حط شاشات خارج الملعب، يعني في مساحات كبيره خارج الملعب حط شاشات كبيره يعني موجوده يتفرجون فيها، هذه تحصل في كل النهائيات في البطولات العالميه، وفي مساحه كبيره في استاد الملك فهد خارج الملعب، في مساحات في متنزهات يعني ممكن انك تسوي مساحه شاشات تلفزيونيه اللي ما يقدر يعني يستمتع فيها هناك. لكن عندنا التنظيم مشكلة، أنه مع احترامي دائما يكون اجتماع مع القوى الأمن أو مع الجهات الأمنية والرعاية الشباب يكون قبلها بثلاث أيام أربع أيام، مفترض أن يكون احنا عارفين النهائي بيكون متى، خاصة الرئاسة العام رعاية الشباب عندها خبر، مفروض يكون هناك يعني حتى انه في مناطق خارج الملعب يمنع الا الناس للضيوف او للناس المعروفين او للكبار الشخصيات، يعني خارج في ناس يعني من انديه تجي، فلا بد ان يكون في اماكن خاصه، فيكون في برضو التنظيم زياده عدد الامن الصناعي، متاكد بالنسبه للامن قوى الامن ما هي مقصره اللي هو امن الملاعب ما هم مقصرين في هذا الشيء. هو عموما في اتحاد لجميع الجهات ذات العلاقه والمعنيه بهذا التنظيم بالتعاون مع الاتحاد السعودي لكره القدم والرئاسه العامه لرعايه الشباب. انا اعرف انه قبلها بثلاث ايام اربع ايام خمس ايام، يعني احنا عندنا مناسبه مثلا نعرف انه كاس ولي العهد بيكون قبل مثلا في شهر فبراير في اليوم كذا، ما نعرف متى النهائي، اوكي. يعني هذا بس هو اولى النهائيات في الموسم الرياضي. مضبوط. يعني مفروض في اجتماع قبلها بشهر شهر ونص، مفروض انت ترتب هذه الامور، يعني حتى الديربيات والكلاسيكو انت يعني مفروض انها قبل بدايه الموسم يكون عندك انت فيجن، يكون عندك يعني اطلاع من قبل وش بيكون عدد الجمهور وش نسوي وش. لا ابدا، احنا التخطيط حقنا قبلها ب 72 ساعه 24 ساعه وتبدا الكارثه، يعني الجماهير ولا تلوم الجمهور، يعني جمهور الهلال والاهلي جمهور عاشق بيحضر المناسبه، والمناسبه من فيها ولي العهد. احسنت. فهذه مناسبة غالية وذكرى غالية على الجماهير، بالإضافة إلى أن هناك جماهير أخرى سوف تحضر لدعم من غير الهلال ومن غير الأهلي، ستحضر لدعم الهلال ودعم الأهلي، وفي جماهير تحضر أن يعني على الأقل تستمتع باللقاء. طيب خلينا ناخذ رأي أبو صهيب الزميل عثمان أبو بكر مالي. الزميل عثمان مساء الخير. اهلا وسهلا، مساء الخير اخوي خالد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مساء الخير لك ومساء الخير للزميل الاستاذ عايد، مساء الخير للمشاهدين الكرام وللزملاء الاعزاء. نعتذر عن الاطاله ابو صهيب، وقبل قليل كنت اتحدث مع الزميل عايد عن هذه الرعايه الكريمه من لدن صاحب السمو الملكي الامير مقرن بن عبد العزيز لهذا النهائي الذي يجمع الهلال والاهلي غدا. كيف تثمن هذه الرعايه؟ طبعا نحن يعني تعودنا كرياضيين وكشباب تعودنا سنويا مثل هذا اللقاء السنوي الابوي المعتاد الذي يتشرف فيه الرياضيون جميعا وشباب هذه الأمة يتشرفون في الواقع بهذا اللقاء الأبوي الكبير المعتاد في مثل هذه المناسبة السنوية التي يفتخر بها كل الرياضيين، والتي في الواقع يعتز بها كل فريق يصل إلى هذا النهائي ويكون سفيرا ويسعى إلى أن يكون سفيرا فوق العادة في الحضور الكبير والتشريف الكبير. لذلك نتوقع في الواقع أن يكون اللقاء اليوم أو غدا أن يكون مهرجان وكرنفال معتاد وسنوي متكرر،
ونأمل أن يرتقي اللقاء على المستطيل الأخضر بين الفريقين، وأن يقدم لاعب الفريقين المستوى المأمول بما يتوازى ويتناسب مع هذا الحدث والمناسبة الكبيرة السنوية المعتادة التي يشرف فيها سمو ولي العهد في أول حضور رياضي، أول مناسبة كما يعني أظهرت لنا لمحية الزميل عايد، في أول مناسبة يحضرها سموه وأول نهائي على كأس سموه، ويتشرف الهلال والأهلي بهذا اللقاء. نأمل في الواقع أن يكون كل ما هو له علاقة بهذا المهرجان في مستوى الحدث غدا بإذن الله تعالى. أبو صهيب، نحن في هذا البرنامج نطرح جزء وجزء كبير مما يدور في الشارع الرياضي العام. يعني سؤالي عن تقسيم المدرجات، يعني أننا نعرف أن الهلال له جماهيرية كبيرة وعريضة في المملكة، أيضا الأهلي لا يقل عن جماهيرية الهلال، ولكن تقسيم المدرجات بالتساوي غدا، هل ترى أنه سيضر أحد الطرفين؟ والله لا أعتقد أنه سيضر أحد الطرفين، الاعتبار أنه التقسيم بغض النظر عن أن المباراة في الرياض وهي على أرض الهلال وبين جماهير، إلا أن هذا التقسيم يعني حضور العدالة، وإذا حضرت العدالة أعتقد أنه سيكون هناك رضا من الطرفين، بغض على اعتبار أنه النهائي مباراة واحدة فقط، وبالتالي يعني من العدل أن يكون هناك تقسيم للمدرجات، وتكون المسؤولية كبيرة. يعني نحن نعلم أن جمهور الهلال سيغطي الجزء المخصص له كاملا، والمسؤولية ستكون على الجماهير الأهلاوية أن تثبت وأن تحضر، خاصة وأنه يعني لا عذر لها، فغدا هو يوم إجازة كما هو معروف، والجماهير الأهلاوية سواء في الرياض أو في المناطق القريبة الشرقية أو حتى في جدة والمنطقة الغربية مطالبة بأن تحضر وأن تملأ الجزء المخصص لها، وأن يعني تكون في مستوى الحدث. طيب، إذا كنا نتحدث أيضا عن هذه المباراة وعن الحضور الجماهيري، طبعا أبو سلطان كان له رأي حول التنظيم، وذكر أن يعني 3 أيام أو على الأقل 4 أيام أو الفترة البسيطة قبل النهائي، قبل التحضيرات للنهائي، يرى أنها ليست كافية في نهائي يمكن معروف من 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 منذ انطلاقة الموسم. والله أنا أختلف مع أبو سلطان، أنا أعتقد أنه يفترض لو أن المباراة تقام غدا، لو حدد لها أن تقام اليوم، لو حدد اليوم أن المباراة تقام غدا، أفترض أن الجهات المسؤولة والجهات المشاركة في التنظيم أن تكون جاهزة ومستعدة، على اعتبار أنه هذا ليس هو النهائي الأول ولا الثاني، إنما هذا النهائي الـ15 أو يعني أقل أو أكثر بقليل الذي يقام على الأستاد، وبالتالي الخطوات المطلوبة والأمور والجاهزية المنتظرة يفترض أن كل جهة قادرة على أن تهيئ ذلك في أقصر وقت ممكن. يعني حدث مثل هذا، الخطوات المطلوبة، الأدوات المطلوبة، العناصر، كل هذه الأمور يفترض أنه خلاص يعني أمر عادي جدا، يعني بالنسبة لل يعني المفروض كل الجهات مذاكرين تماما وقادرين، حتى لو حدد لهم اليوم أن النهائي غدا يفترض يعني، ولا عذر لهم، لا عذر لهم إطلاقا، يعني لأنه كل الأمور معروفة، الخطوات معروفة، الإمكانيات موجودة. إذن يعني ما هو المبرر إذا ما كان هناك خطأ أو إخفاق؟ أنا من وجهة نظري يعني لا يوجد أي مبرر. طيب بسألك سؤال وبرجع لأبو سلطان في نفس ترد على أبو سلطان؟ لا أنا أحترم رأيه، ولكن هذه مباراة النهائي في لها برستيج خاص، فيها لها أمور أمنية، في لها عدة جهات، مع الهلال الأحمر، مع الأمن، مع يعني عدة جهات هي المسؤولة عنها، ما تقدر تجمعها في يوم وتقول يلا، لانه في لهم استراتيجيه، حتى هم عندهم استراتيجيه معينه، سواء قوى الامن او الحراسات الامنيه او الاسعاف او الهلال الاحمر، او حتى في يكون طيران، في طيران شو اسمه الاسعاف، الطيران الخاص بالجوي، فعدة جهات، لانه المباراه دي دائما انت لا تحاول انك تقول كل شيء بخير وما في شيء بيصير، لا، دائما في اي مناسبه توقع الشيء اللي ما تتوقع، على اساس انه يكون عندك يعني جانب تهيئ مهيئ له، انه مثلا لا قدر الله صارت حوادث في الطريق، صارت ازدحامات، حصل مثلا حتى في الملعب، تعرف بكره يعني من اليوم يبدا اخبار الرياض يزيد علينا شوي، في من بعض الجماهير تصيبهم حالات ربو، مشاكل هذه،
لابد الجهات تكون على تم استعداد فهذه. حتى عندنا الهلال الأحمر مع احترامي ما يحضر في المناسبات المباراة العادية، فلابد أنه يكون مجهز نفسه يعني قبلها بأسبوع بأسبوعين، لأنه لو أنه يحضر جميع المباريات يكون عنده باك جراوند، يكون عنده خلفية يعني من خلال التدريبات ومن خلال حضور الملاعب. لكن في بعض المباريات ما يحضر، خاصة مباراة الدرجة الأولى ومباريات في بعدها، فلو يحضر دائما نقول أوكي الهلال الأحمر هذا عنده خلفية وعارف المناطق حقته وعارف كل شيء. لكن مناسبة ولي العهد هذه مناسبة عظيمة ومناسبة كبيرة، لا يمكن أني أخليها بخلال يوم أرتب لها. صحيح أنه موجود الجدول، لكن في هناك أمور كبيرة لازم أنها تكون جاهزة، ويكون لازم لابد أن نضع جميع الأشياء يعني من ناحية الأمن ومن ناحية السلامة، من ناحية خروج الجماهير دخول الجماهير، نحسب جميع الأشياء اللي نقدر يعني ما تصير لنا مشكلة فيها. طيب إذا كنا نتكلم عن أنه إعلان فتح البوابات للجمهور سوف يكون الساعة 4 عصرا، 4 ساعات ما يقارب 70 خلينا نقول 60,000 متفرج خلال 4 ساعات هذه، يعني هل يعني راح يكون في كنترول من قبل المسؤولين والمنظمين في الأستاذ الملك فهد لاستيعاب هذه الأعداد ودخولها إلى الملعب بكل سلاسة وبكل من اللي أوصلنا لهالمرحلة دي؟ الشو والاستعراض وإحنا بنسوي بوابات وبنفعل بوابات، يعني على فكرة ملعب الملك فهد مهيئ من كل جهة. يعني مع الأسف إنه أغلب مع احترامي المسؤولين في الرابطة أو غير الرابطة أو في الرئاسة العامة لرعاية الشباب أو في اتحاد كرة القدم دائما ينظرون للأشياء الصغيرة ويتركون الكبيرة. لو يا أخي هاي بوابة إلكترونية، لو وضعت تذاكر إلكترونية ما خليتني أجي الساعة 4، أجي إن شاء الله قبل المباراة بساعة. لكن من وصلنا المرحلة ذا الناس اللي حقين الشو والاستعراضات والروحات والجيات مع المنتخبات ومع المعارض، كل واحد يروح المعرض وأنا رحت المعرض وفي المعرض كذا والتنظير وشوفوا إيش سوت الدولة الفلانية. أنت وإيش سويت؟ أنت إذا بوابة ما قدرت تسويها للجماهير الضعيفة تخليهم يحضرون 4 ساعات يجلسون، فنقول حسب الله نعم الوكيل على الناس اللي أهملوا هذا الجانب. معنى البوابة متأكد أنه في عندنا هنا شركات سعودية أمنية تقدر تسوي لك بوابة إلكترونية، فأنت اللي خليت المسكين الجمهور هذا أبو يعني بعض الناس وده يروح ولده معه، لكن لما نشوف يجلس 4 ساعات 5 ساعات خايف عليه. فاللي وصلنا لهالمرحلة ذي ما في أنه يعني ما احترامي. وش صار للدكتور حافظ المجد؟ هل صار له شيء لما ما سووا البوابات؟ هل عوقب؟ هل بحث معه؟ هل حقق معه؟ ترك البوابات وراح، من جاء بعده؟ ما جاء احد. اذا في اهمال، لابد انه مع احترامي الرئاسه العامه لرعايه الشباب هي المسؤوله عن الملاعب مش اتحاد القدم، واللي اخذ الملاعب هو الدكتور حافظ المدرج مسؤول كان في الرابطه. وش دخل الملاعب في الرابطه؟ الملاعب تابعه للرئاسه العامه لرعايه الشباب، الا اذا عندك مثلا شو اسمه تفويض من الرئاسه العامه لرعايه الشباب انك يا حافظ المدرج تسوي البوابات، اوكي؟ اذا ما سويتها انا اعاقبك. انا يعني مجرد أم والله اني طلع من الرابطه واحطها مسؤول تسويق وكل يوم ما شاء الله في ديره ورايح وجاي، ما احترامي انا بقول شيء لاني انا بالوطن وغار على الوطن. طيب انت من انت زعلت الحين تقول كيف 4 ساعات؟ لانه وش ذنبه هذا؟ اللي وصلنا للمرحله هذه هي الاهمال وعدم محاسبه الناس اللي لما يعطون عمل ولا يحاسب، هي تجيب التسيب في الشيء هذا. فهذه مشكلتهم وذنبهم على من نظر وبالبوابات وراح ولا جاء احد بعده. يعني على فكره ترى ملعب الملك عبد الله الجوهره هذه من الشركه سوتها، مش ما للرابطه اي شيء. لا يقولون يعني استلموا الملعب جاهز، استلموا الملعب جاهز طبعا. طيب ما لهم في الشيء هذا. فذنب الناس اللي جت لنا كم من سنه، من 2009 واحنا بوابات الكترونيه صغيره، بوابات الكترونيه ما احنا قادرين نسويها. لا وبننظم كاس عالم وبننظم كاس اسيا وبنسوي ونفعل، واكثرهم مع الاسف هذول المسؤولين كلهم يروحون منتديات استثماريه، يروحون منتديات على حساب الرئاسه ولا على حساب الاتحاد. طيب وش فوت اللي فيه؟ تجلس في تويتر انا والله رحت هناك صورتي مع فلان وصورتي مع فلان. لا يا اخي ما نبيك تصور معهم ولا تنظر شوفوا ايش سوت الدوله الفلانيه، نظمت مشاريع، نظمت منظمه. طيب انت مسؤول، انت عطني الفكره اللي عندك. يعني انا بس الحافظ المدرج مع احترامي، طيب وش قدم للبلد لاتحاد كره القدم؟ وش قدم من يوم امسك؟ ولا قدم اي شيء، اي شيء ما قدمه. فذنب الجماهير من الناس اللي ينظرون
وجالسين هم اللي اخذوا المجال. طيب قبل ما نقفل الموضوع او النقاش في الموضوع هذا، سؤال اخير لابو صهيب. ابو صهيب، يعني اذا كنا نتحدث عن ما ذكره الاستاذ عايد الرشيدي حول التنظيم، وايضا حول الطريقه التي من الممكن ان تكون حاضره لكي يكون هناك دخول للجماهير بكل سهوله الى ارضيه الملعب، وايضا الاستمتاع بهذه المباراه، وان لا يكون هناك حضور مبكر من 4 ساعات، وبالتالي هل يا ترى يحضر ويدخل ويلقى مكانه او ما يلقى مكانه؟ ماذا ترد على ابو سلطان فيما قاله قبل قليل؟ والله شوف، انا لازلت اقول انه اقامه نهائي بطولة سمو ولي العهد أو أي نهائي كبير على أستاد الملك فهد هي مسألة ليست بالتعقيد الكبير بعد هذه السنوات الطويلة والتجارب العديدة لدى الأستاد ومسؤوليه، والأجهزة المشاركة لديها تجارب كبيرة وعديدة وسنوات طويلة ناجحة. لا يمكن أن نبرر لهم أي تقصير يمكن أن يحصل على اعتبار أنه مثلا التبليغ المتأخر. لو مثل هذا الأمر حصل مثلا في الجوهرة في استاد الملك عبد الله يرحمه الله، الذي استضاف نهائي كأس الملك كأس الأبطال الموسم الماضي وأقيم بكل سلاسة وبكل يعني نجاح رغم وجود بعض الأخطاء البسيطة، لكن كان النهائي الأول الذي يستضيفه، ومع ذلك يعني من خلال الخبرات التي تمتلكها الأجهزة المشاركة والتي كانت تنظم النهائيات على استاد الأمير عبد الله الفيصل ونقلت تلك التجارب ونقلت تلك الاستعدادات على استاد الجوهرة وأقيم النهائي بكل سلاسة، لا يوجد ليس هناك موضوع للتعقيد. بالنسبة لموضوع البوابات والأمور هذه، أنا أعتقد أن الخطأ هو والمسؤولية ليست شخصية، يعني لا يمكن أن نستمر نلاحق شخص ترك المقعد وترك المنصب ونجلده ونحاكمه وهو قد ترك المنصب من فترة طويلة حتى لو من عدة أشهر لم تعد مسؤوليته. حتى إن أخطأ وجاءت المناسبة نتحدث عن ذلك الخطأ، وإن كان هناك تقصير نتحدث عن ذلك التقصير، ولكن المسؤولية مسؤولية الجهاز، مسؤولية الجهة التي كان يمثلها. من هي الجهة المسؤولة؟ من هي الجهة المسؤولة؟ لماذا لم يتابع في فترة؟ أبو صهيب، من هي الجهة؟ من هي الجهة المسؤولة؟ سواء الرابطة، سواء معك الجهة المسؤولة، سواء إذا اعتبرنا أنه حافظ المجلج باعتباره كان كما يتحدث الزميل أبو سلطان كان مسؤول التسويق في الرابطة أو كان عضو في الاتحاد السعودي لكرة القدم، هي الجهة المسؤولة، والجهة المسؤولة بصفة عامة عن الملاعب هي الرئاسة العامة لرعاية الشباب، وبالتالي الملاحقة والمساءلة والإشارة بأصابع التقصير أنا من وجهة نظري يجب أن توجه إلى الجهة، الجهة المسؤولة وليس إلى الشخص، لأنه يفترض أنه هذه مسؤولية ويعني عمل مؤسساتي وعمل يقوم على نظام ولا يقوم به شخص مهما كان هو مجرد عضو لا يملك القرار النهائي. ولذلك يعني أنا أعود وأقول أنه من خلال الخبرات والسنوات 10 سنوات أو 15 سنة ونهائيات تقام باستمرار على هذا الأستاذ وعلى غيره، أعتقد أن كل الجهات تملك كامل الاستعداد لأن يكون هناك نهائي أتوقع أن يكون يعني مثالي تماما كما كان نهائي كأس الملك في الموسم الماضي، وهو آخر نهائي يقيم على في المسابقات الرياضية وكان في جدة على أستاد الجوهرة. طيب أقفل هالموضوع وأعود للتغريدات. طبعا عبد الله بن ناصر يقول النقاش في تقسيم الملعب في مباراة نهائية غير مجدي، كل الفريقين له حق يملكان جماهير بالرياض وجدة، ولو كان النهائي بجدة لطلبنا بنفس الشيء. طبعا عبد الله الحمود يتساءل ويوجه لك سؤال ابو سلطان، يقول بطولات للتاريخ، اريد ان افهم من عايد هل نلغي البطولات السابقه وناديه يزيد بطولاته من 21 الى 45؟ هل التاريخ حلال عليه حرام على الهلال؟ ايضا العالمي يتمنى ان يكون هناك نهائي يليق بسمعه الكره السعوديه بين الملكي والزعيم. راقي ولكم الباقي يقول جمهور الاهلي جمهور مساند من ناديه فوق كل ارض وتحت كل سماء، ولو خلى الملعب ولو خلوا الملعب لجمهور الاهلي لملأه لا تسقط يا خالد. طيب وبرضه الفقير لله
يوجه لك ابو سلطان، يقول صحح معلومه ضيفك النصراوي ان الهلال سبق وحصل على كاس من يد الملك سلمان عندما كان وليا للعهد، وهذه اسبقيه تسجل للهلال. اولا انا اتكلم عن التاريخ، التاريخ لا يجدي، التاريخ تجير لك، لكني انا عجز عن التاريخ. هذه البرازيل ملكه كره القدم، يعني المانيا الان فازت، يعني انها تتطور. اوكي التاريخ يبقى لك، الكؤوس تبقى النادي الهلال، تجير نادي الهلال في عدد، لكن التاريخ لا ينفع الان في مباراه مثلا تقول والله انا تاريخي افضل افوز، لا، مباراه تختلف كومبليت. يعني مباراه الاهلي والنصر والاهلي والاتحاد والهلال والاهلي تختلف كومبليت النهائيات، فالتاريخ لا يشفع لك في مباراه انك تلعبها اليوم انك تقول له والله انا ملك البطولات او اني انا الزعيم. اوكي انت زعيم واكثر البطولات عندك، لكن هذا ما يعني انك تلغي الاخر وانك انت بتاريخك انك بتفوز في البطولات. طيب ابو صهيب، في تغريدتين يبدو انها موجهه لك. طبعا ريان بن شهاب، من الظلم تقسيم المدرجات 50% للهلال و 50% للاهلي، في ملعب الجوهره يكون 70% لراعي الارض و 30% للنادي المنافس، وين العدل في التقسيم؟ ايضا في تغريده من ترك القريني يقول مباراه الهلال والاتحاد بربع النهائي في جده بكاس ولي العهد تم تخصيص 30% لجمهور الهلال فقط. والله شوف، الاساس في مثل هذا النهائي هو العدل، وانا اقول حتى اللي حصل في جده كان خطا. مساله انك مباراه تقام بطريقه واحده، طريقه خروج المغلوب ليس فيها ذهاب واياب، من الظلم انك انت يعني تجعل الملعب 70-30. هذا ظلم من وجهه نظري، هذا ظلم وليس في ذلك عداله. العداله هي تقسيم الملعب مناصفه بين الفريقين. اذا كان هناك تفاوت في القرار من قبل الاتحاد السعودي لكرة القدم فهذه احد المشاكل التي نعيشها واحد الاخطاء المتكررة والمستمرة. لا يعني ابدا انه ما حصل في جدة او قبل ذلك يعني نصف النهائي وربع النهائي انه هو الاساس وهو العدل، ابدا ليس عدلا. العدل هو طالما ان المباراة واحدة تقام من دور واحد فالاساس هو المساواة، والمساواة في الظلم عدالة. طيب فيما يتعلق بتغريدة التركي القريني، ذكرني يعني اللي هو انه خصص في مباراة الهلال والاتحاد كانت 70% لجمهور الاتحاد. نفس الكلام هو نفس الكلام. انا قلت يعني انا اقصد نفس الكلام، نصف النهائي او ربع النهائي او اي يعني مرحلة من المراحل اذا كانت بين فريقين كبيرين، يعني اعتقد انه ليس عدلا اي تقسيم اخر غير المناصفه. طيب يعني ليش تم في هذا النهائي ليش تم التخصيص 50-50؟ يعني نذكر نهائي العام او النهائي اللي اقيم في الجوهره، نهائي كاس الملك بين الاهلي والشباب، كان هناك تقسيم فيما يبدو 70 للاهلي و30 للشباب. انا اعتقد لو اقيم اي نهائي قادم في جده بين الاهلي او بين الاتحاد واي فريق اخر من الفرق الجماهيريه لن يكون هناك قبول الا ان يكون التقسيم مناصفه. لكن مع احترامي ان يقام النهائي بين فريق من جده وفريق اخر لا يملك قاعده جماهيريه، فاعتقد انه في الحاله هذه سيكون من الظلم للمسابقه للمباراه للنهائي، سيكون من الظلم المناصفه. انا من وجهه نظري العداله هي المناصفه في المدرجات بين الفريقين الجماهيريين، لكن عندما وهنا يكون عداله وغير ذلك ظلم. لكن عندما تكون المباراه بين فريق من مدينه صاحب قاعده جماهيريه ومع فريق اخر لا يمتلك القاعده الجماهيريه ونطالب او نفرض التقسيم، في الحاله هذه حيكون هناك ظلم للمباراه يعني وليس يعني للفريق. يعني من وجهه نظرك كان في عدل اللي يفرض المناصفه القاعدة الجماهيرية، الحضور القاعدة الجماهيرية للفريقين هي الأساس في هذه المطالبة التي أنا يعني مقتنع بها. من وجهة نظرك كان في عدل في نهائي كأس الملك بين الأهلي والشباب بحكم أن الشباب يعني أقل قاعدة جماهيرية من الفريق الأهلاوي؟ نعم، لا يمكن أن نقارن القاعدة الجماهيرية للشباب، ولا اعتقد ان اي شبابي يمكن في الواقع ان يعارضني على ذلك. لا يمكن ان نقارن القاعده الجماهيريه للشباب في جده
بالنادي الأهلي إطلاقا لا يمكن، وبالتالي كان من العدل للمباراة أن يكون هناك يعني التقسيم الذي حصل. وأعتقد أن حتى الأهلي الشباب أقصد لم يعترض في ذلك على 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 ذلك التقسيم، على الرغم من أنه النسبة المخصصة له كان يعني الحضور الكبير فيها من جماهير أندية أخرى ملأت تلك المساحة وأعطت الملعب يعني الامتلاء الكامل. طيب نقفل الموضوع هذا، وقبل ما نقفل الموضوع بدي أسألك أبو صهيب، يعني هل في توقع لنتيجة المباراة عطفا على المعطيات اللي قدمها الفريقين سواء كان الفريق الأهلاوي أو الفريق الهلالي على الورق؟ والله شوف يعني هي على الورق وعلى الطبيعة يعني وعلى وعلى المواجهات المعتادة بين الفريقين المباراة زرقاء. طيب وسلطان زرقاء ولا لا؟ خضراء. طيب اذا العنوان الثاني معنا مشاهدينا الكرام في صحيفة اليوم، هذا العنوان الذي جاء بقلم الزميل علي السلمي من جدة. يلتقيان غدا في نهائي كأس ولي العهد، الأهلي والهلال كلاكيت رابع مرة، الزعيم يبحث عن اللقب 13 والراقي عينه على اللقب 6. طبعا هذا الخبر يتحدث عن التاريخ وعن تاريخ الفريقين في النهائيات، هذا رابع لقاء لهم، وأيضا عن التاريخ في ما حقق الأندية من بطولات. الزعيم الفريق الهلالي حقق 13 لقب، الراقي حقق 5 ألقاب وعينه على اللقب 6. التاريخ، أنت تحدثت قبل قليل عن التاريخ وطلبت بأن لا ينظر للتاريخ فيما يتعلق ببطولات الهلال بحكم أنه التاريخ، واستشهدت أيضا بمنتخبات عالمية مثل البرازيل مثل ألمانيا. التاريخ هل سيكون حاضر غدا؟ ما ظنيت، لانه حتى التاريخ لو كان حاضر الهلال حقق بطولات اسيا ولم يشفع للتاريخ في الاسيويه 7 مرات، ما شفعنا. احنا نتكلم، انا ما اتكلم عن انه الميول، اتكلم عن واقع التاريخ. هذا يبقى لك انت مجرد موجود في، سواء الكؤوس موجوده في 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 النادي، موجوده في بسجلاتك، لكن التاريخ لا ينفع في المباريات اللي يعني تقام عليها مباريات. لا لا صح، يكون لك هيبه اوكي، لكن ما اظن ان الاهلي السنه هذه هيبته يعني يعني فريق فعلا يجبرك على احترامه، فريق قوي، فريق له هيبه. طيب النادي الأهلي، اذا كنت تتكلم عن هيبه الاهلي، يعني الكل شاهد مباراه الاهلي والنصر، يعني يمكن الوحيد اللي كان في فريق الاهلي كان المحترف برونو سيزارو، ايضا اللاعب الشاب الصغير احمد الحربي العوفي، احمد العوفي يعني. لكن بينما لو نلاحظ فريق الهلال ما شاء الله يعني كتيبه ما شاء الله مليان عناصر وكلها عناصر فعاله. الاهلي بس العوفي ولا يعني انا اتكلم عن مباراه الاهلي والنصر. الاهلي كل الاهلي والنصر كل لاعب له مهام، يعني عندك تيسير الجاسم، عندك يعني ما 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 احترام ما احترام ما شفنا شيء، لا ما احترامي يعني. وفي مباراه الهلال والخليج ما طلع نفيس، مباراه الخليج والهلال نجم مباراة نفيس، وين لاعبين المنتخب التسعة؟ معليش انت متقارن النصر والاهلي حذف يعني، هم البطل والوصيف اوكي. قارن لي الخليج والهلال، من هو نجم المباراة؟ نفيس. وين لاعبين المنتخب التسعة؟ ولا واحد يعني لعب يعني تحس انه كان نجم المباراة. كل مباراة لها ظروفها. الشهران يلعب في 18 الخليج يا ابو سلطان. شوف انت مهاجم، انت لما تلعب، انت لما تسمونك مهاجم نواف العابد سالم الدوسري، قل لا لا انا بتكلم، انا بتكلم عن نجوم، نجوم المباراة. نجم المباراة كان في مباراة النصر. مقياسك في النجومية وشو؟ من سجل اهداف اكثر يعني؟ من سجل اهداف، من صنع اهداف، من كان له دور. حتى يعني على فكرة في نجوم تتحرك في الملعب ما تلعب كورة، بس مجرد الدور المطلوب منها التحرك. اوكي، مش انه مجرد انه يلعب كوره او انه يحاول انه يسوي استعراض. فلو لاحظنا كل مباراه لها تكتيكها، يعني لا يمكن ان نقول جمهور مباراه النصر والاهلي انه نجوم الاهلي هم في اثنين، حرام جدا. طيب في نجوم، في نجوم ابدعوا سواء في الوسط، سواء في الاطراف، سواء في الحراسه، سواء في الدفاع. فلا يمكن، اعتقد مباراه النصر والاهلي المباراه كانت ممتعه جدا،
يعني كانت سريعة، كانت مباراة شفنا فيها نجوم، شفنا فيها تحركات، شفنا فيها فكر مدربين، فلا يمكن أن نهضم حقوق نجوم الأهلي بالحوفي مع احترامي له نجم وقادم ولا برونو سيزار. بالعكس برونو أضيع بلنتي على شو اسمه في المباراة. فلا بد أنه كل مباراة، لا يمكن على فكرة لا يمكن أنه في كل مباراة النجم هو مستمر. طيب يعني أنا بسألك سؤال، جتني أكثر من تغريدة يعني تصفك بالمحتقن. محتقن عليه؟ ما أدري يعني أنا لما أقول لك أنا أبغاك ترد على أنا مع هو يقول محتقن، حتى يقول ليش تجيبون البرنامج، أنا ما عندي مشكلة. هم دائما لا عاد يجيبون البرنامج هذه ما حد يتحكم، ما حد يتحكم فيها. في ناس متعودين على الرأي الواحد ما يحبون يلا. يعني أنا بقول الهلال العاقل، الهلال العاقل اللي يحب ناديه، هل هو راضي عن مستوى نادي الهلال الحالي؟ لا، هذا مو بالهلال، هذا مو الهلال اللي نعرفه، الهلال اللي لا دخل الزعيم فعلا يزلزل الملعب بنجومه وبجماهيره. خلنا واقعين، مو بالهلال. طيب خلينا نروح ابو صهيب. ابو صهيب عطفا على هذا الخبر والذي يتحدث عن التاريخ، يعني خلينا نرجع الموسم الماضي، دخل الهلال والنصر نهائي كاس ولي العهد، والتاريخ كان في صالح الفريق الهلالي. كريني وحينها قال انه لن يكون للتاريخ دور في هذه المواجهة، واستطاع أن يفوز على فريق الهلال بهدفين مقابل هدف واحد، رغم أن الهلال كان متقدم في هذه المباراة. كيف ترى حظوظ التاريخ في هذه المباراة لصالح الفريقين؟ أول شيء خالد اسمح لي، يعني بالنسبة للأهلي أمام النصر ترى أجحفت بحق اثنين كانوا من نجوم المباراة والأفضل الأسماء في المباراة، يعني عبد الله المعيوف حارس المرمى ومعتز هوساوي. أعتذر فعلا، أعتقد أنه لا يمكن أن نتحدث عن مباراة النصر والأهلي ونتجاهل ما قدموا، خاصة حارس المرمى. فعلا أنا أعتذر، عبد الله المعيوف بالنسبة لحضور التاريخ في تفضل. نعم، بالنسبة للتاريخ أنا أعتقد أنه من الأدوات المهمة جداً والعناصر التي يمكن استحضارها في مثل هذه المباريات، لا يمكن أن تتجاهل التاريخ وأنت تحضر أو أن تحضر فريقك لمثل هذه المباراة. يمكن أن يكون التاريخ يعني محفز كبير جدا للفريق وللاعبين، ويكون من الدوافع الكبيرة التي يمكن استخدامها لرفع درجة الدافعية الذاتية لكل لاعب في هذه المباراة، وبالتالي يكون للتاريخ يكون له حضور ويكون له تأثيره الإيجابي على اللاعبين. لكن بشكل عام يعني لا يمكن أن يكون هو أداة الحسم في الملعب، كل مباراة لها ظروفها، ويبقى هناك أدوات كثيرة هي التي تتحكم في المباراة وهي التي يكون لها درجة الحسم الكبيرة. لكن التاريخ يمكن أن يحضر من خلال التحضير النفسي والمعنوي للاعبين ورفع درجة الدافعية الذاتية للاعب لكل لاعب خلال المباراة أمام الخصم الآخر، سواء كان التاريخ لصالحك في عدد مرات الكسب وعدد مرات تحقيق البطولة في أن تحفز اللاعبين على زيادة ذلك، أو حتى أن يكون ذلك في الواقع محفز للفريق اللي ابتعد سنوات طويلة في أن يكون استحضار ذلك التاريخ للاعبين، في أن تكون عودة إلى البطولة وتحقيقها من خلالهم وكسر سنوات الابتعاد. وبالتالي أعتقد أنه المسألة تعتمد بشكل كبير على قدرة الجهاز الإداري في استحضار التاريخ لمثل هذه المباراة. طيب أنت تحدثت عن أو توقعت فوز الهلال في المباراة، أيضا أنت يعني غلبت جانب التاريخ فيما يتعلق بحظوظ الفريقين في هذه المباراة. عندما توقعت فوز الهلال في هذه المباراة، هل كان للتاريخ وحظوظ التاريخ يعني دور كبير في توقعك هذا، أم أن لدى الهلال ما يمتلكه للفوز بهذه المباراة؟ على سؤالك، لا يعني كلا الفريقين لديهما في الواقع كل مقومات الفوز، لكن أنا أجبت بناء على سؤالك، كان سؤالك على المعطيات على الورق وكانت إجابتي مبنية على ذلك. طيب أبو سلطان، يعني إذا كنا نتحدث عن أن الأهلي سوف يدخل هذا اللقاء يعني هو أقل حظوظ من ناحية التاريخ، لقب 5 ألقاب يبحث عن اللقب السادس، عناصريا يعني انت ذكرت ان الاهلي افضل من الهلال
عناصريا، وان المباراه سوف تذهب الى جانب الفريق الاهلاوي، على ماذا قست؟ اولا اقيسها على اول شيء ترتيب النادي الاهلي في الدوري المركز الثاني. طيب كان النصر المركز الاول واستطاع الاهلي ان يتغلب عليه. اوكي يتغلب عليه، بس غير نتكلم على انه وصيف وبطل. يعني هذه ثاني. ثانيا لو عدينا نجوم الفريقين بتكون طبعا الكفه ارجح في عدد في الاحصائيات الموجوده اوكي باللاعبين والجهد اللاعبين، لاعبين الاهلي اكثر عطاء في الملعب، هذه احصائيه موجوده في احصائيات الاتحاد السعودي الموجوده. لو انه الهلال طبعا الهلال لا ننكر انه يعاني كثير، سواء ولا زالت يعني اين المعاناه في نادي الهلال؟ هل هي فنيه اداريه؟ من الأسوية حتى الهلال لأول مرة، على فكرة معروف الهلال لا يمكن أن مشاكل الهلال تخرج إلى السطح أو يعرفها أحد. ليه؟ الآن صار في ليش؟ لأنه الهلال في تكتم، تكتم، وفي الإعلام مع الهلال طبعا حول 7 صحف كلها هلالية، فما تحاول نطلع ما هي بالصحف كلها، يعني مجموعة صحفيين يعملون داخل الصحف. لا الصحف يعني حتى لا 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 صحف حتى منكم يعني صحف هلالية، صحف هلالية موجودة طبعا، لا ننكر الجزيرة هلالية، الرياضية هلالية، الاقتصادية هلالية، الشرق الأوسط هلالية، الرياض هلالية، ما حد ينكر ومو عيب. وجهة نظرك أبو لا 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 هذه وجهة نظرك، أنا أعرفها، أنا أعرفها، هذا البرنامج ما يتحملها. لا لا أنا أقولها. طيب أنا أقولها أنه هلاليين موجودة يعني ولا عيب. الوطن فيها هلاليين؟ منهم؟ الوطن. الوطن إيه، في كل صحيف فيها هلالي يعني محرر في صانع قرار وفي محرر، يعني أنا لما تكون انت صاحب القرار وانت المسؤول عن جريده في اخبار ما تنزل، يعني انت بعض مشاكل الهلال اوكي تجيبها الصحف الاخرى ما يجيبها الصحف اللي قلت لك عليها. مش الهدف؟ طيب الهدف تكتم، لانه لازلنا في معمعات الاربعينيات، بس بعد تويتر الان كل مشكله في الهلال تحصلها في تويتر، لانه اول كان مكتم عليه، يعني الهلال الان الهلال مقسم، ولا يقدر ينكر اي هلالي ان في تقسيم في الهلال، في ناس مع عبد الرحمن الامير عبد الرحمن مساعد، في ناس ضده، في ناس ما يبون رجي، يعني الاول مره احس انه في ناس هلاليين يتمنوا يخسر الهلال عشان يا اما تروح الاداره او يروح رجي، هذا الواقع، يعني يتربصون الخساره، لا يغرك فرحتهم، هم يحبون ناديهم. بس ابو سلطان يعني انا ما اختلف معك يمكن في الكلام اللي انت ذكرته الان، لكن اختلافي انا معك في التقسيمات والتصنيفات اللي انت ذكرتها، يعني انا ارجو اذا كنت يعني لديك معلومات موثقه عليش. عن انه انت قلت لي 7 صحف كلها هلاليه. إيه طيب كلها هلال، يعني ما فيها محررين؟ في يا اخي محرر مالك صانع قرار. طيب ممكن تجيب خبر عن يعني هل صانع القرار هذا سوف يكون بوابه لمرور الاخبار؟ إيه طبعا اذا انت رئيس القسم والجريدة هذه يعني معروفة من يعمل فيها ما تقدر. أنا أتمنى أعطوني الكاميرا شباب، أنا أتمنى من جميع وأنا بقولها الرياض الصحف اللي ذكرهم أبو سلطان، يعني المجال مفتوح للاتصال والرد على الزميل أبو سلطان حول ما قاله في التصنيفات اللي ذكرها، الرياض والجزيرة والرياضية والاقتصادية، هذه صحيفة هلالية معروفة. وانا ارجع اقول هذه وجهة نظرك، مو وجهة نظرك، البرنامج ما يتحمل، البرنامج ما يتحمل، هذا واقع، واقع واقع عندك انت، لكن البرنامج ما لا لا يعني انا صحيح اعرفهم زملاء ذولي. طيب زملاء يا خالد انا اعرفهم زي ما بس مهما كان في مهنية ابو يا اخي ما في مهنية، ما قال لك في مهنية، من قال لك عندنا يعني صحفتنا ما فيها مهنية؟ في الرياضة ما في مهنية، ما في مهنية، مجرد اهواء، يعني الان طلعت بعد تويتر، الان مو محتاج صحافة الواحد، تويتر هو يطلع لك كل شيء كل حاجة، إلى درجة انه حقين الصحف اللي قلت لك عليهم الان يطالبون بالغاء تويتر، يطالبون بالغاء تويتر الى هالدرجه العقليه عندهم. طيب ابو صهيب يعني انا بقول لك تعليق على ما ذكره ابو سلطان، يعني ابو سلطان اليوم ما شاء الله يعني قنابل موقوته، المدينه الاتحاديه وعكاظ الاتحاديه ما حد ينكرها. طيب ها ابو صهيب، والله انا ما احب عاده خالد، انا لا احب ان اعلق على اراء زميلي، يعني هو له اراء ويتحملها، لكن انا الموضوع المطروح احط اقول رايي فيه، يعني يعني ما كان في عنوان اعتقد انه يتعلق بهذا الموضوع، ولذلك انا لا اعلق عاده على اراء الاخرين صراحة. طيب هذا تحفظ منك اعتبره،
لا لا ما هو تحفظ، انا متعود معاك ومع الزملاء كلهم، انا اقول رأي ما اعلق على رأي زميل، هو له رأي، لكن العنوان اللي يطرح اطلبني عنوان رأيي اقول لك رأيي في اي شيء، لكن اعلق على رأيه لا معليش. طيب ما اعلق على احترم وجهة نظرك. اسألني في يعني اي شيء تبغاني اعلق. انا احترم وجهة نظرك وانا تركت المجال يعني اي شيء تبغاني اعلق. احنا بننتقل للموضوع الثاني بس انا ما ابغى تقفل الموضوع. اسألني عن اي شيء انا اعطيك رأي رأي. احنا بغينا نقفل الموضوع هذا وانا كنت ابغى انتقل لموضوع اخر، لكن قبل ما انتقل حاولت اني اشوف اذا لك وجهة نظر حول ما ذكره الزميل عايد ولا لا. عموما العنوان القادم مشاهدي الكرام معنا في صحيفة عالم الرياضة او في الشرق الاوسط في الملحق عالم الرياضة. رغم الضغوطات التي الرسمية التي مارسها مسؤولو الهلال والأهلي الخميس للشرق الأوسط لا حكام أجانب في النهائي. أبلغ أحمد الخميس أمين عام الاتحاد السعودي لكرة القدم الشرق الأوسط بأنهم لن يستعينوا بحكام أجانب لإدارة نهائي كأس ولي العهد السعودي الذي سيقام غدا في العاصمة الرياض على ملعب الملك فهد الدولي، مشددا على أنهم لم يسعوا إلى ذلك وسط ضغوطات كبرى تمت ممارستها من قبل إدارتي الهلال والأهلي اللتين تقدمتا بخطابين رسميين طلبتا فيه إسناد المباراة النهائية لطاقم تحكيمي أجنبي. أبو صهيب المرة هذه نبدأ من عندك أبو صهيب، يعني الزملاء ذكروا لي قبل قليل أن هناك أنباء مسربة حول أن الحكم القادم لنهائي كأس ولي العهد هو تركي الخضير. السؤال هو يعني إصرار المسؤولين في الاتحاد السعودي لكرة القدم على أن تقام هذه المباراة بطاقم تحكيمي سعودي لهذا النهائي، طبعا على عكس العاده يعني جرت العاده انه اي لقاء يجمع بين فريقين كبيرين مثل الهلال والاهلي او قلنا النصر والاهلي او انه يكون في حكام اجانب، فما بالك بالمباراه النهائيه؟ والله انا اعتقد انه اقامه المباراه النهائيه بحكام محليين مساله عاديه جدا، على اعتبار انه المباراه التي هي مع احترام الفريقين كانت اكثر يعني أكثر إزعاجا وربما أكثر قوة وأكثر تقاربا في المستوى، وهي التي جمعت في نصف النهائي بين النصر والأهلي كانت بحكام محليين واستطاعوا قيادتها بكل جدارة إلى بر الأمان ونجحوا في ذلك، وأعتقد أنه يعني ربما ساعد في ذلك أن درجة الاحتقان بين الفريقين أقل، ونفس الوقت درجة الاحتقان بين الهلال والأهلي أيضا أقل، وبالتالي يعني لم يكن أحمد الخميس أو الاتحاد السعودي لكرة القدم بحاجة في الواقع إلى أن يتدثر خلف أي مبررات والإشارة إلى أن هناك ضغوط، على الأقل كان بإمكانه أن يعني يطبق اللائحة أو النظام، الموضوع أنه الفريق الذي يطلب حكام أجانب يطلب ذلك قبل أسبوعين، وحتى الاتحاد السعودي لكرة القدم يفترض أنه إذا وضع نفسه كفريق ثالث يريد في الواقع أن يأتي بحكام يكون ذلك قبل أسبوعين، ومعروف أنه في مثل هذه المباريات يعني لا حق لأي فريق أن يطالب بحكام أجانب. أنا أعتقد حتى المطالبة التي أتت متأخرة والخطابات التي أرسلت من كل إدارة نادي وهي على علم تام أنه لن يتحقق لها ذلك نظر لضيق الوقت، إنما هي أعتقد أنها واحدة من المبررات المبكرة لكل فريق في حالة الخسارة، ستكون يعني شماعة الشماعة الحاضرة دائما والشماعة والتبرير الموجود دائما وهو التحكيم، إضافة إلى أنه يجب ألا ننسى ولا نبعد أن المطالبة بحكام أجانب هي واحدة من أساليب الضغط على الطاقم المحلي الذي سيدير المباراة، ولذلك يعني أتمنى ألا يكون تركي الخضير هو حكم النهائي، ليس لأنه تركي الخضير وإنما لأن هذا التسريب الذي حصل مبكرا ربما يعني يؤدي إلى أن تأتي الضغوطات التي ستمارس من الآن من اليوم من لحظة خروج الاسم حتى وقت المباراة، يعني ستؤدي الضغوطات ستأتي بمفعولها على الحكم، وبالتالي قد يتأثر ليس رغبة في
فوز فريق أو هزيمة فريق، إنما هو رغبة في التأكيد على أنه محايد وعلى أنه سيعطي كل فريق حقه وقد يجانبه ذلك ويؤدي به إلى 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 الخطأ. في النهاية باختصار مسألتين هامتين من مطالبة كل فريق لطاقم حكام أجانب: الأولى الضغط على التحكيم المحلي الذي سيدير المباراة، كل إدارة تعلم أنه لا مجال في هذا الوقت القصير لإحضار حكام أجانب. والموضوع الثاني هو يعني تعليق الشماعات المبكرة للخسارة التي ستحصل والتي حتما ستحصل لفريق من الفريقين. طيب هل هناك تخوف من قبل كإعلامي متابع يعني على وضعية المباراة، سير المباراة في ظل وجود حكم محلي بعد أن يعني فقد الثقة لدى الحكم السعودي من ذو إسناد المباريات النهائية لحكام أجانب وعلى فترات طويلة؟ والله أنا أعتقد أن المباراة النهائية يعني في الغالب هي مباريات يعني يكون فيها درجة الضغط على الحكم داخل المستطيل الأخضر، أو خلينا أقول بطريقة واضحة درجة التعاون مع الحكم داخل المستطيل الأخضر تكون كبيرة وحاضرة من قبل اللاعبين، وهذا ما يساعد بشكل كبير الحكام على إدارة المباراة. يعني في مباراة النهائي تقديرا للموقف وإيمانا بالمناسبة والحدث خاصة في حضور التشريف الكبير يبتعد الكثير من اللاعبين عن عدم التعاون معه وعن الاحتجاج المتكرر والمستمر، تختفي بدرجة كبيرة جدا يعني، وبالتالي تكون درجة مساحة الحكم المساحة المتاحة أمام الحكم لأن يقود المباراة إلى بر الأمان، لأنه لا يمكن للحكم أن يقود حتى حكم غير سعودي، يعني حكم أجنبي لو جاء وحكم المباراة ولم يجد درجة التعاون. يبدو أننا نواجه مشكلة في الصوت لدى الزميل عثمان أبو بكر مالي، ريثما يتم تجهيز الصوت مرة أخرى يعود إلينا. أبو سلطان يعني وجود حكم أجنبي، وجود حكم محلي في هذه المباراة يعني هل هو في صالح الحكم أم في صالح المباراة؟ أخي خالد، أول شيء الرياضة مش سعودة تسعود حكام وتسعود لاعبين، إحنا نندرج تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم، عندنا أنظمة وعندنا مشاركات، والاتحاد الدولي دائما يطلب أن يكون مشاركات من الدول الأخرى. أولا لا تقول لي والله نعطي الثقة للحكم تحطه في عش الدبابير تقول عطى الثقة، تبي تعطي الثقة للحكم يا أمين عام الاتحاد السعودي، أولا احمل حكم من رؤساء الأندية، ثانيا حط محامي في لجنة الحكام يطارد الإعلاميين اللي يقللون ويحاولون أنهم يعني يأثرون على التحكيم، مش أني والله أني بعطيه مباراة نهائية وأقول لا. أولا أنت امنع أي رئيس نادي يقلل من الحكم أو يستصغر الحكم، امنع أيا كان رئيس نادي من حضور اي مباراه، حط قوانين وقل والله اعطيه الثقه، لكن تحطه في عش الدبابير ما يدري يلقاها منين الحكم، من الجمهور، من لجنه الحكام، من رئيس نادي، من جماهير؟ لا، احنا ترى منظومه دوليه، يعني لا جبت حكم اجنبي وش المشكله؟ وش المشكله اذا جاك حكم اجنبي؟ مو جت مباراه العام الماضي بين النصر والهلال جابوا حكم اجنبي، وش الفرق؟ بعدين انت تقول لي قبلها باربع ايام، لا انت عارف يا الاتحاد السعودي مش انه اول انا اطلب اربع ايام خمس ايام اذا كان انا عارف مباراة النهائيه دوري، لكن انا ما ادري هو انا العب النهائي ولا ما العب النهائي. انت مفروض الاتحاد السعودي تقول من بدايه القرعه كاس ولي العهد لن يكون هناك حكم اجنبي، لا تطالبونا من القرعه، لكن تقول لي والله انت ما طلبت الا متاخر، طيب انا ما ادري هو وصل النهائي ولا ما وصل، ما حد عارف من اللي بيوصلنا، يعني زي مباراه النصر والاهلي، يعني تبغى النصر يطلب ولا الاهلي يطلبون ملعب مباراه او الخليج والهلال؟ كان يطلبهم الاثنين. عندك انت منظومه من بدايتها كاس ولي العهد لا للحكم الاجنبي، بشرط عشان تعطي الثقه للحكم اولا اطالب لجنه الحكام ان نبدا الثواب والعقاب، يعني حكم اخطا توقف عن التحكيم، لا تنزل لي درجه اولى، وقفه واعلن التوقيف. كيف يعني باخذ خلينا اخذها معك نقطه نقطه، يعني كيف اثبت ان الحكم اخطا؟ يعني الان نشاهد كوارث تحكيميه في المباريات يا ابو سلطان وانت تعرف الشهاده شفت، ونتفاجئ انه يعني يحكم ويمشي، هذا اللي حصل. كيف اعطيك الثقه انا؟ انت اللي خليت الجمهور يفقد الثقه فيك،
مع احترامي يعني لجنة حتى القرارات حتى القرارات والنقاشات حتى القرارات والنقاشات في لجنة التحكيم في لجنة الحكام يعني تكون داخلية يا أخي يعني حتى ما تعلن. أنا أتحدى إذا في اتحاد في العالم احنا مخترعين والاختراعات هي اللي ودتنا البداية وخلتنا نطلع من التصفيات كأس العالم وغيرها. عمرك شفت اتحاد لجنة حكام تجيب إعلاميين وتجيب أخطاء الحكام وتقول هذا أخطأ وهذا فعل وانت سويت وانت فعلت؟ عمرها ما صارت. حتى في مباريات كاس العالم وكاس اسيا ما في اتحاد يجيب لك حكامه اللي يجيب الا تجيبهم والله انت اخطات. طيب اخطات وش بتسوي لي؟ قال لك والله ما احتسب ضربه جزاء للنادي الفلاني. طيب وش بتسوي لما ما احتسب؟ تنزل درجه اولى يحكم في الدرجه الاولى نفس الشيء حياخذ مكافاه؟ لا يا حبيبي جيب حكم وعطى المبدا الثواب والعقاب. اول شيء سن انظمه اي رئيس نادي اي رئيس نادي يحاول التقليل من الحكم او شيء خلاص عندك اعتراض ارفع الى لجنه التحكيم انه الحكم سوى. لكن امنع من المباريات ايا كان اي رئيس نادي امنع من دخول الملعب. ابدا الغرامات من 300 الى 500 الف ريال. احمي حكمك حط محامي في لجنه الحكام للاعلاميين في تويتر في كتاب المقالات. يا اخي من حقه انا يعني انا حكم انت اذا ما حميتني بعد واحد يجي يكتب علي او واحد يجي رئيس نادي او اداري يتكلم علي وانت ما تحميني لا خلي فيه محامي هو اللي قاضيهم. بكذا والله تجد الحكم يحس ان وراه ظهر يعني يترك الامور يتركهم. عندي محامي من لجنه الحكام وعندي في نفس الوقت نظام انه اي رئيس نادي يمنع من دخول الملعب وغرامة تبدأ من 300 ألف إلى مليون. يا أخي يمنع من دخول الملعب بعد التصريح قصدك ولا يمنع من دخول الملعب؟ شوف أنت عندك شوف الأخطاء موجودة بس أنت أخطأت لا تقلل من الحكم لا تحاول أنك تقول أنه مرتشي أو ارتشى أو شيء زي كذا أو تحط إيماءات للحكم هنا تضره. يا أخي الحكم بشر لا أخوان ولا عيال ولا كل شيء لكن تقول لي والله نعطي الثقة للحكم وترمي عندها الجمهور وعندها الرئيس النادي وتطلع منها يا عمر المهنة ومسكين اللي بعضهم بيته تكسر اللي سيارته تكسر الا الاخ القحطاني ما ادري حكم العمري سيارته تكسرت وفي الطائف مباراه الاتحاد ذي وش عطى وش سوى لا سوى ليش ما سوى يعني ما حميتني انت يعني ما احترامي للخميس وانت يا امين عام الاتحاد السعودي وانت عمره هنا بعد المباراه انت ببيتك لكن ضعيف هذا ما يدري وش بيصير ببيته وش بيصير عليه بالتهديدات بالتليفونات هم والله بعطي الثقة الحكم السعودي تعطي الثقة ولا تحميه. طيب خلينا نرجع لأبو صهيب اللي انقطع. طيب رأي ثم يجهز أبو صهيب. أنا أقول إذا في مبدأ ثواب وعقاب وأنظمة تسن على أي رئيس نادي كبير صغير. يعني أنت ضد الحكم المحلي. بس لا تظلم الحكم. أنا أقول الحكم عندنا حكام نفتخر فيهم. يعني أنت الآن تتفق مع تصريح الحميداني يوم قال إنه إحنا ما طلبنا بحكم محلي يعني حماية للحكم المحلي. يا أخي حماية شوف أول شيء بقول لك مباراة النصر والهلال النهائي صارت فيها شوشرة صح؟ بس انتهت لا ضرر حكم صاف الرجال أخذ قروشه ومشى حكم أجنبي. بس تصور لو إنه حكم سعودي والله يصلوا لبيته والله ما يخلون عنه شيء. وعمر المهنا وامين عام الاتحاد السعودي والاستاذ احمد عيد والله ما يحمونه ولا يدرون عنه. خلاص اكتب تقريرك واحنا نمشي. احمي الحكم خله قيمه حط له محامي حط له يعني الانسان هذا اللي يقلل من الحكم حط عليه رئيس النادي او اداريين النادي امنعه من دخول النادي امنعه من دخول حتى المباريات. ابدا بالغرامات من 300 ألف الى 500. طيب انا بس اسالك سؤال يتعلق فيكم انتم الاعلاميين. يعني انا كمشجع وكمتابع عندما اشوف مباراه واشوف ان الحكم اخطا يعني انت كاعلامي لما تيجي وتاجج لي الموضوع وتصعد الحكم الخطا اللي قام فيه الحكم وفوق الشيء هذا يعني تحاول انك تقلب الشارع الرياضي على حلو على الحكم حلو حلو. طيب يعني الان اصبح الاعلام جزء كبير في هذه مش الاعلام لانه ما في نظام. يعني انا بقى حتى لو ما اخطا الحكم حتى لو ما اخطا اوكي ممكن انا بالشارع عليه لي جمهوري وعندي زملائي انا. بس انت لو حطيت نظام يا لجنه الحكام وحطيت محامي انه يتابع عايد ولا يتابع احمد ولا هذا ويروح يقاضيه هذا الشخص لانه قال فيه شيء وهذا ترى تجيش يعني
في له عقاب كبير. لكن تقول لي والله الحكم مش بيسوي يا ما يا أخي ناس حطوا مانشيتات الحكم الفلاني شالهم ورفعهم وأعطاهم النقاط ودفع رباعي ودفع دفع. طيب وين الكلام هذا؟ وين تبغى الحكم السعودي تقول إذا شككوا فيه دفع رباعي ولا المباراة الأخيرة؟ يعني الكل يتذكر عام 2001 أبو زندة في حق يد النزهان قلت تكلموا وقالوا والله الحكم بشر. يوم جت المباراة في ناس يعني إذا شيء لصالحهم يقول لك الحكم بشر يخطئ ويصيب، إذا ما هي في صالحهم قال لك والله الحكم معهم. يعني هذا جمهور ما تقدر ما تغيره، هذه من الله سبحانه وتعالى. لكن والله يا خالد لو وضعت أنظمة وضع قانون والصحفي ذا اللي أجد الشارع الرياضي على الحكم حكم وغرم بمئة ألف ولا بثلاثمائة ألف أقسم بالله ما يقدر يجرأ الحكم. لكن تيه للحكم تقول لي أعطوا الحكم الثقة وأعطوا الحكم السعودي، يا أخي مين سعود هي؟ هي مين وزارة التجارة؟ هذا نظام احمهنت عطى حماية، يعني لما يروح بيته يحس إنه بأمان. أقسم بالله بعض الحكام ورايح بعض الحين ما يروح بيته، يروح يجلس في فندق ينام ثاني يوم وثالث يوم يوصل البيت واتصالت مع عياله، ها كيفكم طيبين؟ رعب رعب يا أخي. هالدرجة لهالدرجة أبو سلطان؟ أقسم بالله إني أعرف واحد من الحكام إنه يقول بعض الأحيان والله ما أروح بيتي دايركت، أجلس الآخر الليل وبعض الأحيان ولا أنام وثاني يوم أروح البيت. ممكن تكون حالات، لكن مسألة تعميمها أبو سلطان، تعميمها أبو سلطان أنا ما أتفق معك في تعميمها. طيب بقول يعني حاجة، يعني الحكم مطرف وسوى في بيته، ممكن حالات وسوى في بيته، أنا ما أدري، ما تدري عن مشكلتك، أنا ما أدري، لازم تكون متابع الأحداث. مطرف سوى الحكم الأمري ذا اللي الآن شاله من الشارع الدولية الأخ كبر سنه ولا ناسي منه اللي حكم مباراة هذا كسروا سيارته في جدة، عبد الرحمن كسروا سيارته مرتين. طيب وش فات؟ حتى المكافأة على فكرة اللي تعطيه أول لجنة الحكام ما تكفي يشتري قزاز سيارة. والله العظيم يا أخي ترى هم مظلومين الحكام، حنا ما نشكك فيهم، بالعكس الحمد لله أنهم نيتهم طيبة، ولكن نبي نحميهم، نبي نحميهم من رؤساء الأندية، نبي نحميهم من الإعلام. خلاصة الموضوع أنت ما أنت ضد أن الحكم المحلي السعودي يحكم مباراة نهائية أو يحكم مباراة بين فريقين كبيرين إذا في حماية. طيب. الآن لا ضد، الآن لا ضد. طيب ما أدري أبو صهيب جاهز يا شباب؟ أبو صهيب أعود إليك في نفس الموضوع. الحميداني ذكر في تصريح في عالم الرياضة في الشرق الأوسط طبعا ذكر مبررات مطالبة الهلال بحكم أجنبي، وقال أن طلبهم للحكام الأجانب الهدف من حماية الحكم المحلي وأبعاده عن الضغوط الإعلامية والجماهيرية. والله أعتقد حماية الحكم المحلي ليست مسؤولية الحميداني وليست مسؤولية فريقه، يعني هي مسؤولية لجنة الحكام، مسؤولية الاتحاد السعودي لكرة القدم. وإذا المطالبة لا تكون بمثل يعني الحماية لا تكون بمثل هذه المطالبة، الحماية تكون بأنك تعطيه الثقة، وإذا أخطأ يعني تحسن الظن، ويعني وبالتالي يعني أعتقد أنه زي ما قلت أنا لازلت أقول، ما أدري إذا كان كلامي اللي قلت وصل أو أنه انقطع، أنا لازلت أقول ممكن إنه تعيده يعني مبررات، أنه هي يعني ربما مبررات في الواقع أو شماعة مبكرة في حالة الخسارة، وأيضا نوع من أنواع الضغط على الطاقم المحلي الذي سيدير المباراة. أنا لا أرى أي سبب من وجهة نظري لذلك للمطالبة، خاصة وأنه يعني زي ما قلت أنه أقوى المباريات أو التي لن تقل إطلاقا عن مباراة الغد التي جمعت النصر والأهلي على الأقل في مقاييس المسلم المحلي من حيث المستويات والنتائج، المتصدر والوصيف كانت بطاقم تحكيم محلي كان بكل المقاييس يعني ناجحا. لا نقول أنه لم تكن هناك أخطاء، الأخطاء كانت موجودة، والأخطاء أيضا لن يزيلها، لن يعني لن يبعدها إحضار طاقم حكام أجنبي. ربما في بعض المباريات وفي بعض المواجهات نحن بالفعل نحتاج إلى طاقم إلى حكام أجانب، من أجل ليس من أجل حماية الحكم، وإنما من أجل تبعات ما بعد المباراة والجوانب الأخرى المصاحبة التي تأتي بعد المباراة. لكن في مثل مباراة النهائي زي ما قلت أنا أول،
انه من اقل المباريات التي يكون فيها عدم تعاون من قبل اللاعبين وعدم استجابه للصافره والسعي خلف اخطاء الحكم، وبالتالي اعتقد انها من اسهل المباريات التي يمكن ان يديرها طاقم حكام محليين، الا اذا مورست مثل هذه الامور والضغوط واثرت على الحكم قبل المباراه وبالتالي تحضر الاخطاء. طيب لو لا سمح الله لو لم يوفق الحكم في مباراه الغد، من يتحمل المسؤوليه، الحكم ام لجنه الحكام؟ والله الاثنين، لجنه الحكام مطالبه بان تختار الحكم الجيد المناسب للمباراه من الطواقم الموجوده، تختار طاقم وحكم يكون صاحب قدره، صاحب خبره، صاحب يعني لا تكون عليه ضغوط، قادر في الواقع على ان يواجه اي ضغوط قبل المباراه واثناء المباراه، اي ضغوط قبل المباراه واثناء المباراه وحتى بعد المباراه. وايضا الحكم في الواقع اذا ما اختير وقبل بالمهمه والمباراه وهو غير قادر وبالتالي يعني وقبل وبالتالي سيتحمل، لكن اذا هو كان قادر وجهز نفسه وحضر نفسه وادار المباراه بالقانون دون ان ينظر الى اي لون من الوان الفريقين اعتقد انه سينجح، وغير ذلك سيتحمل هو ايضا مع اللجنه التي اختارته. طيب اذا الخبر القادم مشاهدينا الكرام معنا في صحيفه الحياه بعد ان قفلنا الحديث عن المباراه النهائيه التي سوف تقام غدا ان شاء الله تعالى برعايه من صاحب السمو الملكي الامير مقرن بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، هذا النهائي الذي سوف يجمع كما ذكرت الهلال والاهلي على نهائي كاس ولي العهد. ننتقل الى صحيفه الحياه. انقسامات حول المدرب المؤقت، غربلة صفوف الأخضر قبل أيام فيفا. طبعا هذا الخبر للزميل بندر الماضي، تضاربت الأنباء من داخل الاتحاد السعودي لكرة القدم حول هوية المدرب القادم للمنتخب السعودي قبل وصول المدرب الجديد مارسيلو الذي يتوقع وصوله نهاية يونيو الذي يتزامن مع انتهاء عقده مع فريق مارسيليا الفرنسي. ففي الوقت الذي نادت أصوات بتسليم سامي الجابر مهمة قيادة الأخضر في الفترة المقبلة التي تسبق وصول المدرب بيلسا قبل أن يوقع أمس مع فريق الوحدة الإماراتي، دخلت التصفيات الأولية للمنتخبات الأولمبية التي ستقام في إيران نهاية مارس المقبل في طريق مطالب تكليف مدرب المنتخب الأولمبي بندر العيثم بمهمة قيادة الأخضر خلال تجمعه في أيام الفيفا والمحددة مسبقا نهاية الشهر المقبل. أبو سلطان، يعني نعود للأخضر وداهاليز الأخضر والأمور المتعلقة الأخضر. الاتحاد السعودي الآن صار اتحاد أندية مع احترامي، يعني خلني أقول لك، أنت عندك خمسة مدربين ماخذين الأي بروفيشنال على مستوى آسيا ولا واحد يعني يدرب صالح المطلق ومدرب الخليج، خمسة ماخذين البروفيشنال يعني التب يعني يدربون منتخبات ولا يجيب لهم طاري، عندنا بس مع احترامي احترمهم واقدرهم الجعاذن صالح خالد قروني، الجعاذن خالد قروني، الجعاذن خالد قروني، بس هل البلد ما بالله هذولي احترمهم واقدرهم بس اخذوا فرصتهم. يعني صالح المطلق كان ماسك منتخب باء اللي هو الاولمبي اللي اقل من الاولمبي وعنده خلفيه عن كل شيء بقدره قادر يشيل. يعني اذا كان الاتحاد مع احترامي لاحمد عيد إذا كان أنت تنظر إلى تقول أني والله أنظر للبروفيشنال وأنظر للاحترافية، طيب عندك خمسة مدربين يحملون البرو اللي هي أعلى شيء في التدريب الآسيوي ماخذينها من الاتحاد الآسيوي ومعروفة. طيب صالح المطلق، إذا كنت تتكلم عن صالح المطلق، صالح المطلق كان مساعد لوبيز ولكن ما ظهر في الصورة، ما ظهر، حطينا في المدرجات. ليش؟ لأنه ما يبغونه، حتى ما سوى له عقد. انت عارف اللي تعرف اللي انا عارفه احنا عشان تعرف انه في الاتحاد السعودي ناس اتحاد انديه، انا ما اتكلم عن نصر ولا اتحاد انديه، يعني تصور انه واصل يبي سامي الجابر يدرب المنتخب ولا يمكن سامي الجابر يدرب المنتخب
مع احترام سامي لان ما معه شهاده A حتى مع الوحده الاماراتي بيواجه صعوبه لان سامي تو اخذ شهاده B ما يمكن يدرب فيها. فانا الموضوع اللي اقوله يا اتحاد كره القدم عندك 5 مدربين يحملون البرو البروفيشنال دائما. انا ما اقلل في جعيذن ولا اقلل وعند خالد قروني ولكن اذا مسكت على لا هذا ما نبيهم في يا اخي في الاتحاد مدربين في الاهلي في مدربين في الاتفاق في ابدا عندنا عقده انه هذا ما نبيه لانه يميل النادي الثاني اساس كذا. الاتحاد السعودي الان مع الاسف موجود لا زال موجود الفكر الانديه موجود فيه لا يمكن ان يجيبون واحد ضدهم. طيب الان الفتره اللي نتكلم عنها اللي فتره ايام الفيفا اللي راح تكون الشهر القادم يعني الان المدرب ما راح يجي لنهايه شهر 6 الميلادي هذه ما في داعي المباراه هذه ما في داعي المباراه لانه انت تقول والله اني احمد عيد في التخطيط حقه يقول لك اني بحاول اني اوصل المنتخب السعودي في شو اسمه التصنيف انت بس التصنيف بالعكس احنا راح ننهارنا. انت الان لما تجيب مدرب وطني مثلا وتقول له جيب لي لاعبين تلعب مباراه مثلا ما بيلعب مباراه ما ادري مع مين اوكي وتنهزم تزيد لا ما في داعي انك اخذ 0 بوينت في التصنيف هذا ما لعبت افضل ما اسوي ماينس. انت لو تنقلب يصير عندك ماينس 3 بوينت لان التصنيف ماينس وبلس فانت لما تنقلب يصير عندك ماينس 3 لكن لما ما تلعب مباراه يصير 0 بوينت. فلا يا اخي ما في داعي تلعبها ما في داعي والله بجيب مدرب ابغى الجعيذن ابغى فلان لا يا اخي هذول مع احترامي الاستاذ محمد الخراشي ايش جاي تسوي؟ يعني انت مسؤول عن المدربين انت اللي المفروض تقول انا عندي هم المفروض الاتحاد السعودي خاطب محمد الخراشي يقول له يا استاذ محمد احنا نبي مدرب انت مسؤول عن لجنه المدربين انت المسؤول عنهم يبي مدرب لفتره معينه رشح لنا انا اطلع يا احمد عيد ولا اطلع امين الاتحاد السعودي يقول هذا المدرب رشح من لجنه من محمد الخراشي المسؤول عن المدربين. طيب لكن شو هجانه تكمله الخبر انه في مصادر اعلنت يعني انه هناك نيه من قبل الاتحاد السعودي لتكليف الكابتن خالد القروني وصالح المطلق للعمل في الفتره المؤقته يعني ريثما ياتي مدرب المنتخب الارجنتيني وراح تسند مهمه الجوانب اللياقيه لعبد اللطيف الحسيني. احنا ما نتكلم عن كذا، احنا ما نبي شو اسمه لا جاك صداع ولا مرض، ما نبغى مسكن احنا. يعني مجرد انك تاخذ عشان يسكن الالم، نبغى شيء خطه خلاص. هم قالوا بعد كاس اسيا بنوقع مع مدرب. الى الان ما لهم عذر، الى الان يا اخي ما وقعت مع مدرب. طيب. يعني ما نبغى مسكنات احنا، لا تلعب يا اخي ما نبي نلعب مباريات وديه. انا اجي اختار لاعبين ويجي مدرب اتعاقد معه ويختار لاعبين، بالعكس هذا يسوي لك انتكاس اللاعبين اللي اختاروهم ولا ضمهم المدرب الجديد. فبلاش نعمل حاجات بس مجرد مسكنات ونلعبنا مع المنتخب الفلاني وان جبنا في شركات مستفيده تجيب لك ذا وفي ناس مستفيدين بعد. طيب. يجيب لك منتخبات في لهم نسبه معينه ما نبيها. طيب ابو صهيب يعني موضوع المدرب القادم للمنتخب السعودي هذا الخبر مجمل ان هناك تضارب في الانباء حول هويه المدرب وطبعا ويبدو ان هويه المدرب قد حددت من قبل الاتحاد السعودي لكره القدم ولكن الاشكاليه هي في فتره التوقف او في الفتره التي سوف يكون في المنتخب استحقاقات خارجيه وهي ايام الفيفا يعني اسناد المهمه لمن؟ هناك انباء تقول انه سوف تسند المهمه للمدرب خالد القروني وصالح المطلق بالاضافه الى عبد اللطيف الحسيني. هل انت مع ان يبقى المنتخب في هذه الفتره بدون مدرب وما يكون فيه مشاركات ام الاستعانه بالمدرب الوطني ريثما ياتي المدرب الجديد؟ والله خالد الفتره المتبقيه للمنتخب او التي تفصل بين الفتره الحاليه وبين المشاركات الرسمية للمنتخب هي فترة قصيرة. أنا أعتقد أنه بعد 3 أو 4 أشهر تقريبا ستبدأ تصفيات أمم آسيا لبطولة أمم آسيا القادمة وهي تصفيات مزدوجة. أعتقد أنه النظام الجديد أنه ستكون تصفيات لأمم آسيا وفي نفس الوقت
تكون تصفيات لكأس العالم، وبالتالي يعني يفترض أنه يكون هناك برنامج واضح أمام الاتحاد السعودي لكرة القدم. الواضح أنه الاتحاد السعودي وقع مع مدرب المنتخب القادم، ولكن هذا المدرب مرتبط بعقد يعني لا يستطيع ما هو أن يأتي في الوقت الحالي، وربما أنه اختيار هذا المدرب ربما قام على استراتيجية معينة على دراسات لم يعلن عنها الاتحاد حتى لا يحرج المدرب. ربما سيكون وضع إظهار التفاصيل أتوقع مع إعلان اسم المدرب والتوقيع الرسمي معه، لكن الفترة الحالية هي فترة محرجة جدا بالنسبة للاتحاد السعودي لكرة القدم. أنا حضرت نهائيات أمم آسيا بالكامل في سيدني، حضرت مباريات المنتخب واستمرت في البطولة حتى انتهائها، حضرت نهائي البطولة وكتبت بعد المباراة بعد النهائي بعد البطولة كتبت مقال كان عنوانه شيلة بيلة يا أبو العيلة. وجهة نظري كانت أنه يجب على الاتحاد السعودي لكرة القدم أن يضحي بالمنتخب الحالي كاملا يعني، وذكرت الأسباب من وجهة نظري، لأنه أنا أعتقد أنه الفترة القادمة أنت بحاجة إلى غير التضحية بالمنتخب الحالي، يجب أن تضحي بالفترة أو العامين القادمين في البحث عن تحقيق إنجازات أو الوصول إلى مشاركات خارجية من خلال بناء يعني منتخب مختلف تماما يكون هدفه نهائيات كأس العالم 2020، وبالتالي التضحية بكأس الأمم آسيا القادمة وأيضا كأس العالم في روسيا والعمل على بناء منتخب يمثلنا في بطولة الدوحة من خلال التضحية بالمنتخب الحالي. المطالبة بالتضحية بالمنتخب الحالي حتى لا يفهم البعض ذلك خطأ ليس تقليلا من اللاعبين وليس انتقاصا وليس حتى اتهاما لهم، وإنما ذكرت ثلاثة أسباب لذلك من وجهة نظري. السبب الأول أن هناك لاعبين وصلوا إلى مرحلة متقدمة من العمر، وبالتالي كتر خيرهم على السنوات التي قدموا فيها، يجب أن يعني يتوقفوا عن اللعب الدولي أو أن يتم يعني شكرهم ويتم إيقافهم والاستغناء عنهم. هناك أيضا لاعبين في الواقع واضح أنه مستوياتهم تجمدت، يعني لا أريد أن أسمي لأنه المسألة ليست تشهير مع أنه في المقال ذكرت بعض الأسماء، ولكن أنا أعتقد هناك بعض اللاعبين مستوياتهم لم تعد تتطور، يعني مستوياتهم تجمدت عند مرحلة معينة وواضح أنه لا يتطور على الأقل مع المنتخب وبالتالي لا يقدم المستوى المطلوب. الفئة الثالثة هي هم يعني بعض اللاعبين اللي واضح أنه بنيتهم الجسمانية وقوامهم الرياضي لا يساعدهم في الواقع إلى أن يكونوا قادرين على أن يمثلوا منتخب سعودي بالسرعة المطلوبة وبالقوة المطلوبة، وأعتقد أنه حتى الكابتن أسامة هوساوي تحدث عن هذه النقطة بالذات، وبالتالي أعتقد أننا نحن بحاجة إلى أن يكون لدينا تضحية ويكون لدينا في الواقع اختيار، لا أقول بناء، البناء لا يكون في المنتخب، يكون لدينا اختيار لعناصر مختلفة من الأسماء التي مثلت، ربما هناك بعض الأسماء الشابة التي نستطيع في الواقع أن نحتفظ بها وأن تشارك في الاختيار القادم. هذه وجهة نظر شخصية، يعني بعض الأسماء الشابة مثل خالد الشهري الظهير الأيمن، مثل سعيد المولد، مثل معتز هوساوي، يعني وبالتالي الفترة القادمة قد يكون مبرر مقبول للاتحاد السعودي لكرة القدم اختيار جهاز فني وطني ليؤدي الدور ويختار العناصر التي تشارك في المباريات من أجل المشاركة ومن أجل إظهار في المناسبات في البطولات ومن أجل إظهار أسماء جديدة وليس بحثا عن المنافسة. هذا سيخفف كثيرا الحمل والضغط على اللاعبين وعلى الاتحاد السعودي نفسه، والاختيار لا يجب في الواقع أن يقوم على الشهادات وعلى الأسماء التي تملك شهادات، وإنما يجب أن يكون ارتباط ذلك الشهادات مع الخبرة مع الممارسة والمشاركة في المنتخبات الوطنية أو على الأقل أن يكون في المشاركة المستمرة في الأندية. هذه يعني وجهة نظري اللي أنا أتمنى في الواقع أن تصل للاتحاد السعودي لكرة القدم على الأقل. طيب نختم هذه الحلقة مشاهدينا الكرام بهذا الخبر الأخير والعنوان الأخير حول منافسات دوري عبد اللطيف جميل ومباريات اليوم. في صحيفة الوطن الليث يواجه خطر النموذجي والعنابي يتحدى العميد، التعاون يستضيف هجر في الجولة 15 لدوري عبد اللطيف جميل.
أعود لك أبو صهيب وبإيجاز. ثلاث مباريات اليوم، الاتحاد والفيصلي أو الفيصلي والاتحاد، التعاون وهجر، الشباب والفتح، كيف ترى هذه الثلاث مباريات؟ حاول توجز. أكيد أنه قد يكون من أقواها أو المنتظر أنه يكون أقواها هو لقاء الشباب والفتح، على اعتبار أنه هناك واضح شيء من التراجع في مستوى الشباب، وأيضا الفتح من خلال المباراة الماضية ربما بدأ في الواقع يستعيد ذاكرة الأداء القوي للفريق. المباريات يعني تقريبا كلها مباريات ليست ذات الطابع الثقيل أو ليست من مباريات الوزن الثقيل، لكنها قد تكون من المباريات المنتظرة لجماهير كل فريق. أبو سلطان، هذا باختصار زي ما طلب. شكرا شكرا، أقدر وأحترمك يا أبو صهيب، شكرا يعني قدرت الوقت. أبو سلطان ثلاث دقائق. أبو سلطان عندي مجرد ثلاث نقاط. أتمنى أن يعود الليث الشباب إلى قوته، لأنه الشباب هو أصبح ركن أساسي من الأندية الكبيرة. العميد الاتحاد أتمنى أن يتوفق بعد أن يفوز هالمرة ذي، لأنه من خلال مشواره في الدول ما فاز في أي مباراة مع المدرب الحالي. التعاون أتمنى أن يعود التعاون ولا يبنون على الماضي. الموسم الماضي التعاون بدأ يتقهقر في المستويات، ما هو سكر القصيم اللي عرفناه الموسم الماضي. هجر أصبح يعني النادي اللي ما تقدر تعطي مستوى إنه ثابت دائما في كل مباراة، يعطيك مستوى والمباراة الثانية يخذلك. فأتمنى لهم التوفيق، وهي مجرد ثلاث نقاط ولا تحسم دوري ولا مجرد المناطق الدافئة. وبالنسبة للعميد الاتحاد والشباب أساس إنه أمل إنهم يتقدمون في مراكز متقدمة في الدوري. كل الشكر مشاهدينا الكرام لضيوفنا الكرام الذين كانوا معنا في هذه الحلقة من برنامج عالم صحافة، وقد تحدثنا في الجزء الأكبر عن مباراة الغد التي سوف تجمع الهلال بالأهلي على نهائي كأس ولي العهد، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، بالتوفيق للفريقين، ونبارك أيضا للفريقين ولعشاق الفريقين ولجميع الوسط الرياضي السعودي هذه الرعاية الكريمة من قبل حكومتنا الرشيدة. الزميل عثمان أبو بكر مالي الإعلامي الرياضي، وقد كنت ضيفا معنا من مكة، شكرا لك. شكرا خالد، لكن عندي ملاحظة الحقيقة، أنتم بتتعبوا الزملاء في مكة، يعني ما أدري يعني الأجهزة الفنية عندكم دائما بتتعبنا وتتعبهم هنا في اللقاءات، يعني أتمنى أنه يكون في حل لهذه المسألة. الأمر الثاني، يعني أتمنى غدا أن يكون اللقاء هو لقاء فوق العادة، هو لسفيرين فوق العادة للشباب وللرياضيين في لقاء الغد، وأن يكون اللقاء على المستطيل الأخضر يتناسب، والحضور الجماهيري الكبير، وأكثر شيء يتناسب مع التشريف الكبير من قبل سمو ولي العهد. وأقول سلفا، أقول سلفا مبروك لبطل كأس سمو ولي العهد غدا إن شاء الله. من هو؟ البطل. أقول سلفا مبروك للبطل اللي يحمل الكأس، نقول له مبروك. بس انت في بدايه المباراه توقعت، في بدايه الحلقه توقعت الهلال. ما عندك يا اخضر يا ازرق. طيب ما عندك هو يا ازرق يا اخضر. طيب عموما بالنسبه للملاحظه اللي ذكرتها قبل قليل، الزملاء كلموني الان وقالوا ان الخلل من المحطه من مكه، يعني احنا ما لنا اي علاقه في البرنامج. ابو سلطان اتمنى ان شاء الله التوفيق في النهائي بكره، وان ان شاء الله تكون الدروب خضراء ان شاء الله. كيف يعني تكون الرايه خضراء ان شاء الله؟ يعني اهلاويه امنيتي. طب الله يعطيك العافيه، شكرا للزميل عايد الرشيدي الاعلامي الرياضي، شكرا لك ابو سلطان. مبسوط اني معك، مع انك يعني تحاول تستفز في امور، لكن ما حاول تستفز في كلام شيء. سعيد يكون معكم ابو صهيب. الله يعطيك العافيه. الشكر موصول للزملاء الذين ساهموا في انتاج هذه الحلقه مشاهدينا الكرام، وايضا لا يفوتنا ان نتقدم لكم بالشكر الجزيل على طيب المتابعه، ونلتقي بكم ان شاء الله تعالى غدا في تغطيه خاصه ومتميزه ومميزه ايضا عن نهائي كاس ولي العهد الذي سوف يجمع الهلال بالاهلي.
بالتوفيق لكل الزملاء الذين سوف تلتقون بهم غدا إن شاء الله تعالى من خلال هذه التقرير الخاصة، وبالتوفيق للفريقين، وأتمنى لكم يوما جميلا مشاهدينا الكرام. إلى اللقاء.